وانا مروحه بعد ما شطبت القهوه لقيت نور الصاله مولع، قلت عادي يمكن تكوني عايزه حاجه. مين اللي فتح لك؟ الست اجلال. هي مش عند بابا؟ عنده يا اختي، بس انا لما خبطت كتير سمعت فنزلت فتحت. هي تعرف ان انا هنا؟ انا بقى اللي ضربتها في نافوخي، قلت ضروري ضروري بتحاسبي نفسك على اللي عملتي معايا الصبح. سمر، انت لسه زعلانه مني؟ يا حومتي معقول ازعل منك انت؟ ازعل من اخت الست دكتور معتز؟ دكتور معتز؟ دكتور معتز اللي سابنا ومكلفش حتى خاطره يضرب تليفون يسال عن ابوه. ما تظلموهوش يا اختي، يا عالم يا عالم هو بيعمل ايه دلوقتي ولا بيفكر في ايه؟ انا الصبح من صبحيه ربنا هروح له. لا سمر، اذا كنت بتحبيني بصحيح تعملي اللي بقولك عليه من غير مناقشه. خدي اشتري لي مسدس. يا حمدي مسدس فرفر؟ شت وطي صوتك. طب واني هجيب الفرفر ده منين؟ اذا كنت بتحبي الدكتور معتز بصحيح اعملي اللي بقولك عليه. الدكتور ماله ومال الفرفر؟ انا هريحه، هريحه من الحمل اللي تعبه. معتز خايف على المركز اللي وصل له. انا كان قلبي حاسس من ساعه ما اتهم على النبي، مع ان انا وبابا كنا متاكدين انه ذكري. حتى لما ظهرت براءه عدنبي اهو ساب البلد ومشي. وانا هريحه، اللي بيحب معتز بصحيح يريحه من حمل الانتقام، وانا اكتر واحده بحبه ولازم انتقم بداله. انت يا ست امونه؟ ايوه انا، الحمد لله. انا لسه مش مرتبطه بحد، لا جوز ولا اولاد ولا حتى وظيفه خاف عليها. انت لازم تجيبي لي اعملي اللي بقولك عليه. ما تجيش الصبح لو معاكي اللي قلتلك عليه. روحي انت دلوقتي. تصبحي على خير. وانت من اهله. انت ايه اللي طلعك هنا؟ انت مش المفروض عند بابا؟ جبتلك بلوفر، الدنيا برد. انت هنا من امتى؟ من ساعة ما طلبتي المسدس عشان تموتي بيه ذكري. ومالك بتكلميني بالطريقة دي؟ لأني مش موافقاكي على اللي بتفكري فيه. أنا ما طلبتش موافقتك، وبعدين أنا مندهش على إصرارك في إنك تتدخلي في أسرارنا. أنا مش عايزة أعرف أسراركم ولا حاجة، أنا حبيتكم ونفسي أبقى منكم. حبيتينا ولا بتتجسسي علينا؟ آه، أنا لما نزلت لقيتك واقفة مع ذكري. أنت جاسوسة لذكري. اتفضلي اتفضلي، لمي هدومك وسيبي البيت. لا مش هخرج، ومش بس كده، انا كمان همنعك من اي جريمه. ومين اللي بيديك الحق ده؟ انا اللي بديه لنفسي. بقولك اتفضلي لمي هدومك وسيبي البيت. قلتلك مش هروح ومش هسيبكم، مش هسيب البيت ده حتى ولو اقتضى الامر اني استقيل خالص. اقدر اعرف السبب؟ لاني مش هرجع تاني لسكن المغتربات، مش هرجع تاني للوحدة والأربع جدران. أنا هنا في بيت لأب، الكل خايف عليه. من هنا وجوه البيت ده لقيت اللي طول عمري كنت بدور عليه، البيت، الأب، الأولاد، الإخوات. وانت بجبروتك يا أمونة عاوزة تحرميني من ده كله؟ لو كنت اتربيتي عند جوز ام مش طايق يشوف وشك بيفرح لما تهربي من البيت، لو كنت عشتي عند خالك وانت غريبه في بيته، لو كنت اضطريتي تسيبي الكليه وتشتغلي ممرضه عشان ما تزعليش حد، تعيشي مكروهه لان الجسم غريب على البيت، ولما ابنه ما نفعش في الكليه الكل بقى كارهني، لقيت من واجبي اني اسيب لهم البيت واعيش لوحدي في سكن المغتربات بين اربع حيطان، ويوم ما الاقي الامان تطرديني؟ لا لا، وستين لا كمان. اجلال انا اسفه، انا اسفه اجلال، اعذريني معلش.
هادية؟ أيوه. مش عايزة حاجة قبل ما أنزل؟ لا متشكرة يا بابا. طب أشوفك على غدا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو ترانك. فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. تليفون ايه اللي على الفجر ده؟ الو مين تاني؟ ايوه قوليها تاني. انت مين وعاوزه مين؟ هاديه، هاديه المنصوري. عاوزه الاستاذ ذكري، اقدر اكلمه؟ اتفضل انا منتظراك. ذكري يا ابني قوم، تعال الحق، تعال. ايه يا بابا؟ ايه البوليس؟ بوليس ايه؟ دي هاديه. هاديه هي فين؟ اهي هي اللي طلباني. هتعمل ايه؟ هكلمها. اوعى تديها ريق حلو. الو ايوه صباح النور خير. عايزه تشوفيني انا؟ ليه؟ بتتكلمي جد؟ ثانية واحدة هكون عندك. أمال فين؟ طيب طيب أول ما توصلي هتلاقيني على طول. مع السلامة. هتقابلها فين؟ هنا في البلد. أنت عارف إن المباحث بتراقبك. لو البوليس الدولي كله بيراقبني برضه هقابلها، دي جاية مخصوص عشان تقابلني. خلصت مرور على العيانين بتوعك؟ أيوه. معتز صارحني بقى. شرف، من امبارح بالليل قلت لك إني مش هتكلم في أي موضوع خاص بالحريق. يا معتز أنت جمايلك كتير عليا، خليني أحاول أرد لك الجميل. يا ريتك تقدر. طيب قولي، ما يمكن أقدر. أنا مش في حل من وعد يا شرف، وبدل ما تربط نفسك بيا روح زور والدك او دور على شغل. انا خلاص ما عدتش هقدر انفعك. رغم ان كلامك ده في معنى الطرد، لكن انا برضو مش هخرج، مش هسيبك يا معتز. يبقى انا اللي هسيبك. عنك انت. لا معلش، بس روح انت جهزي الفطار احسن. ده اتضايق قوي لما شافني شايله صينيه الميه بعد ما غسل وشه. سال على سمر؟ طبعا. قلتي له؟ انا صحيح ما عنديش اهل، لكن عندي مبدا. اجلال انت لسه زعلانه مني من اللي حصل امبارح؟ لا ابدا، بس ما كنتش احب اقول اللي قلته. انت قلتيه غصب عنك، زي ما انا اتصرفت معاكي غصب عني. وياما الانسان بيعمل حاجات غصب عنه. فعلا بقى انا كنت اتخيل في يوم من الايام ان يحصل لي اللي حصل لي دلوقتي ده. اللي حصل لك دلوقتي ده من صنع ايديكي. بقى لما اشوف ذكري حر قدامي واتجنن، ده يبقى من صنع ايديا؟ استاذ شرف، ازيك يا استاذ شرف؟ ازاي والدك؟ والله العظيم انا زعلت على اللي صاب والدك. وازاي دلوقتي؟ وازاي صحتك؟ انت مين؟ انا استني. انت سمر؟ سمر اللي عند عم صون الصاوي. اسم الله عليك. لا بس انا دلوقتي عندي قهوه. جاي عشان معتز؟ هو
هو حضرتك بتسنس الدكتور؟ جاش معتز ليه؟ هو عم سون جرى له حاجة؟ لا يا أخويا لا، هو حضرتك بتشوف سي الدكتور كتير؟ اه طبعا انا قاعد معاه هنا على طول. طيب ما تعرفش ما بيجيش البلد ليه؟ ده هو ده اللي محيرني يا سمر. قولي لي يا سمر، ما تعرفيش مين اللي عمل الحريق؟ ليه؟ لان هو ده اللي شاغل بال معتز. شاغل باله؟ ما هو عارف ان ذكري ابن ابو الفرع. ذكري؟ من يوم ما الظابط ما قال ان عنابي بريء وكل البلد عارفه انه ذكري. طب ده حتى ست امونه بعتني علشان. ازيك يا سي شرف؟ ما بتجيش ليه؟ وازاي والدك؟ امونه مالها؟ قطعت الكلام ليه يا سمر؟ هو يا اخويا سي الدكتور هيغيب. سمر عشان خاطري يا سمر صرحيني، الناس دول جميلهم عليا، ارجوكي صرحيني يمكن اعرف ارد لهم الجميل. أقول لك سر. قولي. أصل الست أمونة بعتني علشان بعتني عشان أشتري مسدس. أيوة عشان عايزة تعفس الدكتور من الانتقام. يبقى هو ده اللي محير معتز. بس أنا يا أخويا ما اشتريش المسدس ولا حاجة. أنا كنت جاية علشان مش عارفة إذا كنت أقول للدكتور ولا لأ. خفت لو قلت له دمه يتحرحر يقوم يرمي نفسه في الهلاك، ولو ما قلتلوش يزعل منها عشان اتصرفت من غير امر. شور عليا يا سي شرف، شور عليا، اعمل ايه؟ سمر هاتي الفلوس، هاتي الفلوس بس، مالكيش دعوه انت، انا اللي هتصرف. ياه شوف قاعدين قد ايه عمالين نتكلم ولا فكرت ابص في الساعه خالص. هاديه انت صادقه في كل اللي قلتيه؟ انت خايف ليه؟ انت قلبك حاسس بايه؟ مش بيقولوا قلب المؤمن دليله؟ طب ايه رايك نعمل خطوبه وكتب الكتاب والدخله كله في يوم واحد؟ مفيش اي مانع، وفي الوقت اللي انت عاوزه كمان، بس المهم تحقق لي كل اللي اتفقنا عليه. النور يملى البلد كلها من اولها لاخرها، والرمل يتفرش في كل الطرق التراب، وعاوزه النقرزان يكون قدام الموج، وانا اجيلك في هودك وانت تجيلي على حصان ابيض ابيض. انا عاوزه يوم فرحي يكون ليله من الف ليله. ده انا ما اكونش ذكرى ابو الفرع ولا اعيش يوم واحد لو ما حققت لك كل اللي انت عايزاه. تعال هنا، احنا لسه خلصنا كلامنا. لكن انت ايه اللي غير رايك فيه؟ عاوزاك تفهمها لوحدك. عشان معتز سابك. انا محدش يقدر يسيبني، انا بس اللي اسيب. ولعلمك بقى معتز لغايه دلوقتي يتمنى تراب رجلي. الله، امال ايه اللي حصل؟ مش فاهم. معتز متردد، شاف اللي حصل لابوه، ساب البلد كلها وهرب، وكمان حبس نفسه في اوضه المعيدين. وانا بقى ما احبش النمط ده من الرجاله، انا احب الشجاع. محسوبك. احب الراجل اللي يرمي نفسه في النار علشان. عجيبه، ده انا بالظبط. عشان كده انا رجعت لك. هاديه حددي اليوم، الساعه، الدقيقه اللي عاوزه تتجوزي فيها، وانا مستعد اعمل لك احسن فرح في البلد كلها. انت حققتي لي كل احلامي، انت حققتي لي اكتر من اللي كنت بتمناها كمان. انا خلاص قررت، يوم الخميس الجاي من الساعة 5 العصر لتاني يوم 5 الفجر. عارفة ايه اللي خلاني اصدق كلامك؟ مجرد اني اتكلم يبقى لازم تصدق. عارف عارف طبعا، بس يعني في حاجة كمان. لو كنت سألتيني عن الكلام اللي بيتقال في البلد اليومين دول ان انا اللي عملت الحريق والحاجات دي، كنت هشك في كلامك. وانت تقدر، يلا اتفضل بسرعة روح خلص اللي وراك.
بكري، انت جرى لك حاجه؟ الحمد لله جت سليمه يا رجاله، جت سليمه الحمد لله، قدر ولطف، بس يا ريتهم يمسكوه. ده بقى جو جديد خالص على البلد، يا ترى مين اللي عملها وليه؟ مين؟ افتحي بسرعه، افتحي بسرعه ست امونه، انا مش هعرف اعملي معروف. انت رايح فين وعاوز مين؟ معتز مش هنا طبعا. لا مش هنا، انت عاوز مين بالظبط؟ عم صون الست امونه. اي حد، اي حد. ذكري ذكري، الحمد لله يا ابني، ربنا نجاك الحمد لله. احنا لازم نبلغ البوليس. لا لا، ده ايه، ينضرب عليك النار وما تدلغش البوليس ليه؟ هو ده؟ ايوه هو. مين؟ امونة. شرف، شرف ابن عم شافع. انت طلعت هنا ازاي؟ دخلت من المطبخ على السلم البراني للسطح. يظهر انك عارف البيت كويس. ده انا متربي هنا. امال ليه دخلت بالفزع ده كله؟ ده انا كان بيتهيالي انك جاي ترتكب جريمة. مين دي؟ دي الممرضة بتاعت بابا. اسمعي، انا مش عايز اي حد يعرف ان انا جيت هنا. ليه؟ بعدين انا هفهمك كل حاجة. طب وذكري اتعور؟ لا. ومحدش عارف مين اللي ضربه بالنار؟ لا، الكل وقف يطمن على سي ذكري لحد اللي ضرب مهارب. والدكتور معتز لغايه دلوقتي ما ظهرش في البلد. دكتور معتز؟ دكتور معتز ماله؟ مال اللي حاصل؟ الله، لا يكون فكرها ان الدكتور معتز هو اللي انا عارف ان معتز ابن صون الصاوي هو اللي عملها، ولازم افهمهم انهم مش قدي. انت مجنون، اكيد مجنون. بدل ما تستغل اللي حصل النهارده ده في انك تتمسكن اكتر، تقوم تطلبها. ايوه هطلبها. الو، انا عاوز امونة. ايوه امونة. مين؟ مش عارفه مين اللي بيتكلم. انا ذكر ابن ابو الفرع يا امونة. هتصعباتي كمان، مش عارفه بتكلم ليه. بتكلم عشان اقول لك عمر الشقي بقى يا امونة. على فكره، قولي لاخوك الدكتور معتز ان مش ذكر ابن ابو الفرع اللي يموت بالسهوله دي. طول عمر اهل البلد بيقولوا عليا بسبع ارواح. بتضحك ليه؟ بطل ضحك بقى، مش الشطاره انك تضحك الاول. مين اللي كان بيتكلم؟ ذكري. ذكري؟ معقول ذكري بنفسه هو اللي بيتكلم؟ غريبة قوي، ما قدرتش افهم منها غير الشماتة. بس ذكري هيشمت فينا ليه دلوقتي تاني؟ معتز، عشان يكون اخويا معتز جرى له حاجة؟ معقول؟ تسألي عليه؟ وش معنى يعني بعد مكالمة ذكري على طول؟ أمونة انت جرالك ايه؟ ده انا سمعت ان ذكري اتضرب بالنار ومات؟ ده ما اتصابش خالص خالص؟ الكلام ده صحيح يا أمونة، في واحد ضرب نار على ذكري وهو نازل من الطنبيل بتاعه، بس العار ما جاش فيه. ما جاش فيه ليه؟ ليه بس؟
امال مين اللي عملها؟ يكون الله. طب وما رجعش على البيت ليه على طول؟ هو انا قلبي حاسس انه هو يا هاديه. يا ست امون ما حدش يعرف مين اللي ضرب النار. الله، ده انا لسه مكلمه في التليفون دلوقتي. ايه اللي جرى؟ لازم حد يروح يطمن على معتز دلوقتي حالا في مصر، لازم. الدكتور في المستشفى، انا سايباه في مصر. في المستشفى؟ امال مين اللي عملها؟ انت يا سمر اللي عملتيها مش كده؟ لا يا اختي. فين المسدس اللي قلتلك اشتريهولي؟ انت كدابه، انت اشتريتي المسدس وحاولتي. يا حمد يا ست امونه، يعني عايزه ندعي لنفسي شيء ما حصلش. طب يا ريت بايدي اعملها وانا كنت رايحكم كلكم من الواد ده خالص. امال مين اللي عملها؟ مين اللي عملها؟ فهموني مين اللي عملها؟ لا اله الا الله. مسكينه ست امونه، لو فضلت على الحال ده هتتجنن يا ولداه. انت فعلا ما اشتريتيش المسدس؟ انت كمان عرفتي؟ ده صحيح، اشتريتيه ولا لا؟ بصراحه وصراحه الصراحه انا ما اشتريتش المسدس ولا حاجه. ليه؟ اصل في واحد من البلد اسمه شرف كان بيستنى الدكتور معتز، دحلبني بالكلام. قمت قلت له ان الست امونه عايزين اشتري مسدس، قام خطف الفلوس مني وجري. شرف؟ مين؟ ما تخافش، انا اجلال. اخاف من ايه؟ هو حصل حاجه؟ اكيد ما اكلتش من اول النهار. اتفضل كل. اللي هيجنني ان الصول عمر بيقول ان مفيش حد من عند ذكري قدم بلاغ في البوليس لحد دلوقتي. هو حد بلغ حضرتك بال حضرتك جاي بقى بخصوص ابننا ذكري ابو الفرح؟ بالظبط. هو ادخل كمل نومك يا ذكري، ادخل. هو السيد ذكري متعود ينام بالبدله؟ ايه في ايه تاني؟ متهمني بحاجه تانيه بعد ما حاولوا يقتلوني؟ الله، ذكري ولد ذكري. هم مين اللي حاولوا يقتلوه؟ ما نعرفش، واحنا هنعرف منين؟ ما بلغتش البوليس ليه اول مبنى كان ضرب عليه بالنار؟ غريبه، علشان مفيش بيننا وبين حد اي عداوه. يعني ما بتتهمش معتز زي ما اخته اتهمتك بالحريق؟ هم يتهموا، هم احرار، لكن احنا لا. حاج والي، انا عاوز اتكلم مع ابنك شويه لوحدنا. قوي ممكن تتكلم معاه؟ خدوا راحتكم زي ما انتم عايزين. بس المسكينة اللي في النزع الأخير دي، الست حسينة النظرة. إلا بالحق يقولي، هو حضرتك ما كنتش عندها في المدرسة وانت قد كده؟ ها؟ أنا مش من البلد دي خالص. أمال منين بقى؟ لا ما تقولش، أنا اللي هقول. حكيم، أنا عندي بقى فراسة في حكاية الأصل دي. انت بقى يا سيدي من ال أنا من مواليد ملاوي سنة 50. ياه. أي معلومات تانية تحب تعرفها؟ بابا، خش جوه شوية، سيبنا لوحدنا. حاضر. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ حضرتك تقصد مين؟ انت والجدع اللي اطلق عليك النار. اللي عمل كده انا معرفوش خالص نهائي، وكمان انا مفيش عداوه بيني وبين اي حد في البلد ولا التجار حتى. واضح انك انسان ذكي جدا. متشكر جدا يا فندم. ذكي جدا لدرجة الخبز؟ أنا صنف الخبز ده مش عندي خالص. تقدر تقول لي إيه سبب إطلاق النار عليك؟ معرفش.
جايز واحد بيصطاد ان عشان طلع غلط او حد كان عاوز يقتلك ومعرفش ينش. عموما في كلتا الحالتين انا سليم والحمد لله. اي حد بتيجي ناحيته رشايه من بندقيه صيد بيخاف، واول حاجه بيعملها بيجري على البوليس على طول. انت ما بلغتش ليه مع ان كل اللي كانوا على الزراعيه قالوا ان العيار طار من فوق راسك على طول؟ يعني انت المقصود بالقتل؟ جايز. وعموما زي ما قلت لحضرتك دلوقتي انا ما فيش اي عداوه بيني وبين اي حد بحيث انه يحاول يقتلني، اما اذا اثبتت حضرتك العكس فيبقى كتر خيرك. وعموما ده واجبك. امونه اخت معتز اتهمتك بالحريق ليه؟ هتتهمك كده لوجه الله من غير ما يكون فيه بينكم اي خصومه؟ حضرتك بتراقبني وعارف اني رحت لعم صون عشان اطل عليه. ايوه بس طردتك من البيت. طب بالله عليك يا عاصم بيه، بالله عليك اتهمها لمجرد انها اتهمتني بالحريق؟ اتهمها كده من غير اي دليل؟ انت ناوي على انتقام فرد يا ذكري؟ انتقم من حد اذاني؟ من حد بكرهه؟ انما الحمد لله انا لا في حد اذاني ولا حد بكرهه. حتى معتز بعد ما هادية فضلته عليك؟ هادية ما فضلتش معتز عليا. انت لسه بتحبها؟ انا؟ آه جايز قصد سيادتك يعني إن هي اللي بتحبني؟ عموما ده حقها، هي حر. لو كلامك ده صحيح رحت لها النهاردة الصبح ليه؟ النهاردة؟ رحت لها عشان أطلب أبوها الدكتور المنصوري يكشف على والدتي كشف خصوصي وبس. أمال إيه؟ حضرتك شايف إن في سبب تاني؟ ذكري يا ابو الفرح، الانسان اي انسان مهما بلغ ذكائه في اخفاء الحقيقه في النهايه ده ذكاء فرد، يعني مش هيبقى اقوى من ذكاء مجموعه عقول بتدور على الامان للناس، وقصدي رجال الشرطه، انت فاهمني؟ ولو صادف مره في المليون وطلع ذكاء الفرد اقوى من ذكاء المجموعه فتاكد ان الحق لا يمكن يضيع ابدا عند اللي اكبر من الفرد واكبر من المجموعه، عند الله. يعني انت معتقدة ان معتز هو اللي حاول يموت ذكري؟ اذا كانت امونة ما تعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده هيبقى مين غير معتز؟ معتز توصل بيه الحال لدرجاتي؟ ساب شغله وانه معذور من الصدمة، سابك انتي لقينا له مليون عذر، لكن توصل به الحال انه يمسك مسدس ويفكر في الانتقام بنفسه بايده؟ يعني مجرم وعايزاني اوافق على جواز بنتي من مجرم؟ يا بابا انا لازم اقابل معتز. تقابلي معتز؟ هو فين ابو زيد الهلالي بتاعك؟ ده ساب المستشفى والكلية من الصبح ومختفي ومحدش عارف هو فين. يا ست الحسن والجمال، ضيعت معظم النهار عشان اخد تصريح بالزيارة، وانا واثق انها مش هتوصلني لأي حاجة بخصوص ذكر، واذا كان هو اللي عمل الحريق ولا لا اقابل ذكر اقول له ايه؟ اسأله انت اللي عملت الحريق ولا لا؟ اواجهه باللي قاله عالنبي؟ بس أنا وعدت عنابي إني ما اتكلمش. طريق مسدود ومالوش نهاية، طريق مسدود. دكتور معتز أنا عملت اللي أنت طلبته مني، بس أنت ما جبتش شرف ابني. الشرف كان بايت معايا. صحيح، الحمد لله. ربنا يخليك يا دكتور، كمل جميلك بقى وخرجني من هنا. وانا اقدر ازاي يا عم شافا؟ انا مش مجرم يا ابني، انا عاوز اطمن على مراتي وولادي. انت مش فاضي وشرف هربان طول الوقت، وانا عقلي خلاص هيشت مني. اعمل اي حاجه وخرجني من هنا، وانا مستعد اكون لك خدام بقيه العمر. مش انا لوحدي، انا ومراتي وولادي، بس طلعني من هنا. اعمل معروف، اعمل معروف، طلعني من هنا. جرالك ايه يا عم شافا؟ السجن غيرك كده ليه؟ هو انا كل ما اجي لك اشتكي همومي
تحملني انت مشاكل تانية؟ مش ممكن وانا هفضل كده على طول، ده لسه اول جلسة القضية بعد 20 يوم، يعني لسه بدري بدري قوي. عم شافة انا ما اقدرش اوعدك باي حاجة في الطلب ده، وزعدت عليا انا مش حاجي هنا تاني ابدا. حتى انت كمان هتهرب؟ انا بهربش منك يا عم شافة، انا بهرب من نفسي، مش عارف اتحرك في اي اتجاه. لا مش هتروح البلد. اقدر اعرف ليه؟ لان خايف عليكي. المسألة دلوقتي دخلت في صراع من نوع غريب، وفي النهاية خالص انت اللي فجرتيه. مش مهم اذا كان ذكري هو اللي حرق ولا لا، برضه مش مهم اذا كان معتز هو اللي حاول يقتل ولا لا، لكن الظهر ايه قدام اهل البلد؟ 2 من افضل شباب البلد بيتخانقوا عليك انت. اقوم اسكت اهرب من الموقف؟ انت اخترت نفسك من البداية انك تكوني ست الحسن والجمال، ومنطق الاساطير بيفرض على ست الحسن والجمال انها تفضل في حصن منيع، يعني ببيت ابوها، وما تنزلش حلبة الصراع ابدا. النهاردة انت في خطر حقيقي، نتيجته مش مضمونة. ادخل. مريض غرفة 17 في حالة خطرة يا فندم. انا جاي حالا، ما تخرجيش من هنا الا لما ارجع لك. والدي العزيز، أرفض أن أكون مجرد ست الحسن. ابنتك هادية. تفضلي افتح. اقرأ. دي شهادة تقدير من المنطقة التعليمية. سنة كام؟ حضرتك جايبانا عشان اقرا شهادات تقدير؟ دي مش شهادة واحدة بس، دي من وزارة المعارف ايام ما كانت لسه وزارة معارف، ودي شهادة وجايزة في ايد العلم. عارف عارف ان حضرتك خدت جوائز كتير وشهادات كتير. عن ايه تفتكر؟ يعني حسن النظام في المدرسة، يعني حسن السلوك، يعني اي حاجة. كلهم علشان انا مربية فاضلة، وزي ما نص الشهادة بتقول لالتزامها بقواعد الأخلاق الحميدة والتربية الفاضلة. تاني كل الهيصة دي عشان تثبتي لي انك نجحت في تربية كل الناس وفشلت في تربيتي. تسرع، طول عمرك متسرع. ليه؟ حضرتك بعتالي عشان سبب تاني؟ استناني. ايه ده؟ ده وصل أمان على بابا. بكام؟ ب100 جنيه، بس ده من 30 سنة، يعني من قبل انت ما تتولد. ودي ب200، ودي 500، وغيرهم وغيرهم. وعارف هما موجودين عندي ليه؟ علشان انا اللي دفعت فلوسهم. ابوك اللي عاوز يشوه صورتي قدامك عمره ما كان جد في اي حاجة، اللي بيقولك انه تعلم لعب الطاولة مع نفسه علشان انا اهملته، كلام مش صحيح، لانه كان بيحب يتاجر بس من غير ما يكون تاجر. شاطر يكتب على نفسه كمبيالات ويجي ساعة الدفع يهرب، تمام زي ما بيهرب دلوقتي. يا ماما يا ماما، انت لسه فاكرة اللي قاله من يوميها لغاية دلوقتي؟ انا مش ببرأ نفسي قدامك، لا انا بقولك تاريخ حصل وانتهى، وبقول لك حقيقة مين اللي قدر يحافظ على البيت ده. أنا اللي قدرت. عارف ليه؟ علشان البيت ده يفضل بيت، ولما أنت اتولدت بقى علشان تتربى في جو أسرة مظبوطة. كفاية بقى! أنا لو كنت أنانية كنت رميته من أول مرة، لكن ما رضيتش، قلبي ما جابنيش. عارف ليه؟ مش عايز أعرف. علشان إحنا في بلد فلاحين، واللي تربيه أمه لوحدها الناس بيسموه ابنهم. اسكتي بقى أرجوكي. مش هسكت، أنا حميتك من ألسنة الناس. أنت بتقولي كل ده ليه؟ وش معنى دلوقتي؟ عشان هو قال حاجة يبقى أنت لازم تقولي حاجة، عشان هو برأ نفسه يبقى أنت لازم تبرأي نفسك.
عاوزة تعرفي الحقيقة؟ حد منكم رباني؟ حد منكم عمل مني بني آدم؟ حد منكم عمل مني معتز؟ أبدا. الحقيقة أني فاشل، فاشل مع نفسي، فاشل في التعليم، فاشل في الحب، وفاشل في علاقاتي مع الناس. كذاب، كذاب من شعر راسي لضوافر رجلي. مبسوطة من إيه وعايزة تثبتي إيه؟ ما الحقيقة أنت سمعتيها وأنا بتكلم مع الضابط من شوية. الحقيقة أن مفيش عداوة بيني وبين أي حد، لأني ما بحبش حد، بكره صنف بني آدم حتى نفسي. وصممت على جوازك من هادية ليه؟ مش عشان بحبها، عشان معتز ما ياخدهاش مني. تحب تعرفي سر تاني؟ لو معتز مات أنا مش هتجوز هادية خالص، لأن مفيش حد بينافسني عليها. لو معتز قال أنا مش عايز أتجوز هادية، أنا حاسبها، لأني مش عاوز الجواز من الأصل. الجنون اللي فلحتوا انتوا الاتنين انكم تزرعوه جوايا ان ارجى رجالة البلد بالكلام وبالهيصة وبس، عشان كده مش بفكر في موقفك ولا موقفه، بفكر في نفسي. انا اتهزم لا، انا افشل لا لا. يا مرار العمر اللي عشته هدر، بقى صون الصاوي فلح في اللي انا فشلت فيه؟ شرف، انت هنا بتعمل ايه؟ انا افتكرتك روحت. لا ابدا، انا كنت قاعد مستني الدكتور معتز، ولما اتاخر غلب عليا النوم. طب وما نزلتش اوضه معتز ليه؟ انت غريب يا شرف، ده انت ابن البيت. تعال. لا معلش، انا هستنى الدكتور معتز هنا، اصل عايز اقعد لوحدي شويه. القهوة بسرعة. حاضر فندم. والدي العزيز، أرفض أن أكون مجرد ست الحسن، ابنتك هادية. ما سمعتش كلام ورجعت البلد. انسى القهوة اللي طلبتها منك، سيب كل اللي في إيدك وهات لي الدكتور معتز حالا. حاضر فندم. أنا الحق عليا، أنا الحق عليا اللي سبت لها الحبل على الغارب. أنت هتفضل مستخبي هنا على طول؟ ومين اللي قالك إن أنا مستخبي؟ طب اتفضل. أمونة اللي بعتتهم؟ مسكينة أمونة، الموقف اللي هي فيه صعب، صعب قوي. كان نفسي أساعدها، بس الأمونة دي بالنسبة لي أخت. دي ما تشغلش بالك، عاوز حاجة تانية؟ متشكر، متشكر قوي. يظهر ان هفضل طول عمري هربان، حتى في اللحظه اللي كان نفسي فيها ارد الجميل، بدل ما رده هربت. ذكري، انت بتحبيني؟ انت اللي عايزه فرحك من 5 مساء ل 5 الصبح، عايزه تعمليه زي اساطير الف ليله وليله. ذكري انا ما احبش حد يكذبني. البلد كلها جاتلي، حتى الضابط. واللي بتحبني فين مع اني كنت موجوده في البلد؟ ده انا يا دوب كنت لسه خارج من عندك. ما سمعتيش ان في حد ضرب عليا نار؟ سمعت. ما تجيش، ما ترفعيش سماعه التليفون حتى وتتصلي. ذكري انت بتشك في حبي؟ ايوه. طب وجاي لي بتعاتبني؟ ايوه. أولا أنا ما أحبش الراجل اللي يشك في حبي ليه،
ومع ذلك يعمل اي حاجه عشان يجي يشوفني. انت ايه بالظبط؟ حاجه المنصوري. لو اعرف، لو اعرف اللي جوه عينيكي ده اذا كان حب حقيقي ولا تمثيل. ما تخلقش لسه الراجل اللي اضطر امثل عليه. ولعلمك انا كنت واخده هدومي دي عشان اسافر البلد وافضل هناك على طول لحد يوم الفرحه.